نروح لسؤال الدراسات مع جنوب سيناء. السؤال بيقول: أكثر العوامل التي تؤثر في توزيع السكان في نيجيريا هو الصراعات والحروب أم المناخ أم النشاط الاقتصادي أم التضاريس؟ 4 اختيارات، 30 ثانية زمن الإجابة، والوقت بدأ، 20 ثانية للإجابة. سدود، انتوا كمان فكروا في السؤال ده. 5 درجات هنا وخمس درجات هنا. نتيجة هل هتتغير ولا تفضل تعادل بالسؤال ده؟ بيقولوا المناخ برضه مش التضاريس. الشهيد عمرو شكري، فريق المدرسة بيتشاور. الوقت خلص. ملك، المناخ. المناخ، ليه اخترتوا الإجابة دي؟ عشان نيجيريا فيها مناخ استوائي ومناخ موسمي. بتبص لها ليه طيب؟ عارفة الإجابة ولا مش عارفة؟ قولي. إن شاء الله مناخ. المناخ هو اللي هيأثر في توزيع السكان في نيجيريا؟ عشان في غابات استوائية في الجنوب، مش هيعيشوا في الغابات الاستوائية. إزاي يعني يعيشوا فعلا هناك؟ صعب. لكن مش التضاريس ومش الصراعات والحروب، مع إن دي كمان عوامل مؤثرة. بس مش في نيجيريا. بس مش في نيجيريا. بالمناسبة دي أحب أقول لكم كده معلومة على الماشي، إن المناخ الاهتمام به أمر لم يعد رفاهية، أمر ضروري جداً لكل دولة تبدأ تضع استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية. مسألة التغير المناخي أصبح ملف بيفرض نفسه على كل الدول الحقيقة، ومن شأنه إن هو يغير في تركيبة السكان بالفعل. إجابة صحيحة وخمس درجات. معانا 10 درجات في جنوب سيناء، مدرسة الشهيد عمرو شكري. نروح للسؤال الثاني. من المراكز الصناعية الحديثة في جنوب غرب آسيا دولة تايلاند، الصين، الكويت أو سنغافورة؟ 4 اختيارات والوقت بدأ. أنا فكرة أني كانت في سنغافورة. 10 درجات وخمس درجات. 10 لمدرسة الشهيد عمرو شكري وخمس درجات لسدود بالمنوفية. هنشوف المنوفية دلوقتي هيعملوا ايه. هل البنات هتعرف الإجابة عن السؤال ده ولا لا؟ سؤال الدراسات، فرصة ياخدوا خمس درجات قبل ما نروح للعلوم. سنغافورة. سنغافورة. ليه اخترتي سنغافورة؟ فكرة ان هي في جنوب غرب اسيا ومن المراكز الصناعية الحديثة. اجابة خاطئة. الفريق الاخر عندكم اجابة؟ ما عندكوش. خلاص. الكويت. فكرتوا في الكويت ولا لا؟ كانت اختيار بالنسبة لكم يا منى ولا ما كانتش في ال في الكويت؟ كنتوا شاكين فيها ولا لا؟ جنوب غرب كده. سدود فتحوا الخريطة وبيتشاوروا مرة تانية، لكن هي إجابة صحيحة هنا مع مدرسة الشهيد عمرو شكري، ودرجتين على السؤال ده. 12 درجة مع الشهيد عمرو شكري،